موضوعنا دلوقتي مجموعة من الأسئلة المقالية على كل من البلوك الأول والبلوك الثاني. السؤال الأول بيقول لي عرف الـ DNS. الـ DNS أو الـ Domain Name System هو عبارة عن قاعدة البيانات الخاصة بالـ IP Addresses والـ Domain Name المناظرة لها، واللي بتكون موزعة على سيرفرات وليست في مكان واحد، وبالإضافة للبروتوكولات المستخدمة في عملية تبادل الرسائل ما بين الدومين نيم سيرفر وما بين الكلاينت. القصة دي كلها بيسموها الدومين نيم سيستم. يبقى إذن الدومين نيم سيستم هو عبارة عن قاعدة البيانات الكاملة اللي بتشمل الـ IP addresses أو العناوين اللي بيفهمها أجهزة الكمبيوترز، والدومين نيمز أو العناوين اللي بيفهمها الأشخاص، والبروتوكولات المستخدمة في عملية تبادل الرسائل ما بين الدومين نيم سيرفر والكلاينتس اللي هي أجهزة الكمبيوتر. النقطة الثانية هنتكلم على الثين كلاينت. أنا عندي الكلاينت فيه نوعين اتنين، يا إما ثين يا إما سكة. الفكرة كلها هل الكلاينت اللي موجود عندي ليه القدرة على عرض المعلومات فقط اللي بيستقبلها من السيرفر، ولا ليه القدرة على معالجة البيانات كمان؟ لو كان ليه القدرة على عمل بروسيسنج ومعالجة البيانات وحساب الإجمالي مثلا وحاجات زي كده، فده بيسموه ثيك. أما لو كان بيعرض فقط يعني سيمبل سوفتوير، فده بيسموه ثين كلاينت. يبقى إذن الثين كلاينت هو عبارة عن سيمبل سوفتوير ذات بيرفورمز أونلي، بيعمل أو بيعرض الوظائف البسيطة زي عرض المعلومات اللي جاية له من السيرفر. على سبيل المثال الـ HTML Browser هو عبارة عن براوزر بيعرض صفحات الويب المكونة من صور ونصوص، وده مثال على Thin Client. سؤالنا اللي بعد كده، يا ترى هو إيه هو الـ Firewall؟ الـ Firewall هو عبارة عن software بيعمل فلترة للبيانات اللي بتجيلي من الشبكة وبتخرج من الشبكة. يبقى إذن هو عبارة عن برنامج يقوم بمراقبة البيانات اللي بتدخل أو تخرج من الشبكة أو من جهاز الكمبيوتر عموما، وبيتم ده بالتحكم في البورت نمبر. خلي بالكم من كلمة بورت نمبر لأنها بتيجي اختياري. يبقى إذن الفايروول ممكن يكون software firewall زي الزون الارم مثلا أو أي برنامج تاني، أو ممكن يكون هاردوير ده بيستخدمه في الشبكات الكبيرة، بيكون موجود ما بين الكمبيوتر وما بين الشبكة. ممكن تكون شبكة من الأجهزة الكمبيوتر والإنترنت، وزي ما قلت لحضراتكم هو بيعمل فلترة للبيانات اللي بتدخل وتخرج من الشبكة اعتمادا على البورت نمبر. خلي بالكم من الكلمة دي. سؤالنا اللي بعد كده بيقول لي اشرح لي المين كاركترستيكس أو الخواص الأساسية اللي لازم الويب أبليكيشن يحققها. أول حاجة الويب أبليكيشن لازم يحقق البيزنس ريكويرمنت او الشروط الخاصه بالمستخدم. النقطه الثانيه انه الويب ابلكيشن لازم يستخدم الويب تكنولوجيز والبروتوكولز المشهوره، يعني ما نستخدمش لغه من اللغات اللي هي مش شائعه لانها مش هتتعرض على الانترنت. النقطه الثالثه بيقول لي انه بيستخدم ديستريبيوتد اركيتكتشر، يعني بيكون في كلاينت وبيكون في سيرفر. الرقم 4 بيقول لي ان هو يوزابل، يعني سهل الاستخدام مثلا، واكسسبل سهل ان حد يقدر يوصل له. النقطه او السؤال رقم 3 بيقول لي اشرح لي باختصار اللي هو اللامب فارييشن بدلاله الاوبريتنج سيستم، وازاي هو بيختلف عن الوامب. انا عندي باكج او مجموعه من البرامج مع بعضها اللي هي لينكس، اباتشي، MySQL، PHP. الباكج دي كلها بتديني سيرفر سواء الويب سيرفر او بتديني داتابيس سيرفر اللي هو MySQL، وبتديني كمان لغة برمجة بالاضافة لانها بتنزل على اوبريتنج سيستم محدد. فوالله انا عندي هنا بقول لك ان PHP هي عبارة عن جزء من اللامب اللي هي الحرف الاخير اللي هو البي ده، واللامب ده مكون من او هو عبارة عن software package، مجموعة من البرامج بتشمل اللينكس كأوبريتنج سيستم، والأباتشي كويب سيرفر، والماي سيكويل كداتابيس سيرفر، والبي اتش بي كبروجرامينج لانجويج. في أنواع مختلفة من اللامب على حسب الأوبريتنج سيستم،
فوالله لو انت بتستخدم الويندوز فبدل ما هيكون L هيكون W، هيكون ويندوز. او شايفين هنا بيقول لي ان الوامب المفروض انها برضو نفس المجموعة بس بتنزل على الويندوز. وفي كمان مامب، المامب هي نفس المجموعة لكن بتنزل على الماك اوبريتنج سيستم. رقم 5 بيقول لي هنا اشرح لي الماتشينج او المينينج اوف ذا يوز، طريقة استخدام وسبب استخدام كل من الاكواد التالية في الريجولار اكسبريشن. اول حاجة عندي الاي بي سي، معناها ايه؟ معناها ان لازم النص اللي موجود عندي يكون في اي بي سي نصا. يعني شايفين هنا الاي بي سي دي سليمة، ودي برضو هيعمل ماتش معاها، ودي هيعمل ماتش معاها سواء في الاول او في الاخر. الدوت بتعبر عن سنجل كاركتر، كاركتر ممكن يكون لتر يعني من الايه للزد، او ممكن يكون ديجيت من 0 ل 9، او ممكن يكون مسافة، او ممكن يكون اي حاجة تانية من الرموز. السلاش وبعدين دي معنى كده انه بيعمل ماتشنج الديجيت يعني رقم من 0 ل 9. السلاش وبعدين دبليو فالمفروض ان هو عبارة عن الفا نيوميريك كاركتر، يعني يا اما يكون رقم من 0 ل 9 يا اما حرف من الايه للزد سواء كابيتال او سمول. علامة الاس ديت او المفروض انها بتعادل بداية السترينج، يبقى بتعمل ماتشنج لبداية السترينج. في كمان اللي هي الدولار ساين دي نهاية السترينج. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اشرح لي the concept of web addresses. احنا عارفين ان كل جهاز من اجهزة الكمبيوتر اللي متوصل بالانترنت المفروض ان بيكون لي يونيك اي بي ادرس، ما ينفعش ان يكون في جهازين لهم نفس الاي بي ادرس، هيحصل كونفليكت. وكل اي بي ادرس بيكون مرتبط بدومين نيم، يبقى الاي بي ادرس بتستخدمه اجهزة الكمبيوتر ما بينها وبين بعض، اما الدومين نيم بنستخدمه احنا البشر. الاي بي ادرس زي ما قلت لكم بيستخدم بواسطة اجهزة الكمبيوتر، لكن الدومين نيم بيستخدم بواسطة البشر. عملية التحويل ما بين الدومين نيم والاي بي ادرس والعكس بيتم باستخدام الدومين نيم سيرفر. قاعدة البيانات زائد البروتوكولات اللي بنستخدمها في عملية التحويل دي بيسموها Domain Name System. سؤالنا اللي بعد كده بيقول لي يا ترى هو ايه الفرق ما بين الـ Elements والـ Attributes في لغة الـ HTML، ويا ترى هي ايه اجزاء الـ Element، واديني مثال علشان توضح لي الـ Element والـ Attribute. لازم نبقى عارفين ان صفحة الويب اللي موجودة عندي بتكون مكونة من مجموعة من العناصر بيسموها element، يعني مثلا الصور والجداول والفقرات، وكل عنصر من العناصر دي بيكون لي attributes يعني خواص. على سبيل المثال في حالة الصورة بيكون source مسار الصورة، alternative text الخاص بيها. في الجداول بيكون الحدود، المحاذاة بتاعة الجدول، نوع الخط اللي انت بتستخدمه، وبيكون لي value. كل خاصية من الخواص دي بيكون لها قيمة. يبقى إذن صفحة الويب بتكون مكونة من مجموعة من الإليمنت، كل إليمنت بيكون لي attributes أو خواص، وكل خاصية بيكون لها قيمة. نتكلم دلوقتي عن الإليمنتس. أول حاجة بيقول لي إن الـ HTML document بيكون جواها مجموعة عناصر زي الهيدنج العناوين والباراجرافات والهايبر تكست والقوائم اللي موجودة عندي والجداول والصور. طيب هي ايه هي مكونات الاليمنت؟ الاليمنت اللي موجود عندي بيكون مكون من 3 اجزاء، الستارت تاج وسم كونتنت وبعدين الاند تاج. يبقى اذا مكونات الاليمنت بداية التاج الاولانية، وبعدين هنا مثلا خلينا نقول تيبل لو في تاج اسمها تيبل، وبعدين هنا كونتنت، وبعدين اللي هي الاند تاج بتاعتي اللي هي هتكون مثلا كده تيبل. دي الاند تاج. الاتريبيوتس او الخواص نتكلم عليها. فبيقول لي ان كل element بيكون لي properties او خواص اللي بنسميها باسم تاني attribute، وكل attribute بيكون لي value القيمة بتاعته، ممكن تكون قيمة افتراضية او ممكن تكون قيمة البروجرامر او مصمم صفحة الويب هو اللي بيضعها. على سبيل المثال
في حالة الإيمج، فالمفروض أنه عندي هنا أتريبيوتس اسمها Source، دي بتحدد مسار الصورة أو مكان الصورة اللي هيتم عرضها، وفي أتريبيوتس تانية اسمها Alt، دي بتحدد النص البديل، لو الصورة ما تعرضتش هيعرض النص البديل. بيقول لي هنا أن الأتريبيوت Value Pair، يعني الزوج المكون من الأتريبيوت والValue، بيكون موجود في الستارت تاج. احنا لسه قايلين ان كل element بيكون مكون من start tag وبعدين content وبعدين ال end tag، يبقى هنا start tag وبعدين ده ال content وبعدين ال end tag. ال attributes value pair بتكون موجودة في ال start tag. ممكن يجي لي سؤال اختياري. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي what is the purpose، عايزين نعرف وظيفة الميتا element declaration الموضح أمامكم ده. الميتا element هي عبارة عن مجموعة من العناصر أو المعلومات الهامة جدا اللي ما بتنعرضش على صفحة الويب، يعني حضرتك مش هتلاقي على صفحة الويب حاجة اسمها character set UTF-8. طيب ايه وظيفتها؟ هي بتوفر مجموعة من المعلومات للبراوزر، زي بتحدد نوع الكاركتر ست اللي احنا بنستخدمها، نوع الانكودينج واللغة المستخدمة. ده كمان بنستخدمه علشان نتحقق من ان الصفحة دي بتكون مطابقة قياسيا لإصدار من إصدارات الـ XHTML. طبعا في أنواع تانية من الميتا، بس هو عايز هنا الميتا الموضحة أمامكم فقط. يبقى تاني، الميتا element required مطلوب ولازم في صفحات الـ HTML، وبيكون موجود في الهيد سيكشن. احنا عارفين ان اي صفحة HTML بتكون مكونة من هيد سيكشن وبادي سيكشن. الهيد سيكشن ده زي ما قلت لكم بيحتوي على معلومات مهمة جدا لكن ما بتنعرضش على صفحة الويب، زي التايتل، زي السكريبت لو انت بتستخدم جافا سكريبت مثلا، زي الميتا تاجز. اما البادي سيكشن فهو محتويات الصفحة بتاعتك من صور ونصوص وخلافه. النقطة الثانية بيقول لي it is essential، من المهم ان احنا نستخدم الميتا تاج علشان نعمل validating، يعني علشان نتحقق انه صفحة الويب دي بيكون مطابقة لنوع معين من ال XHTML. الميتا تاج الموضحة امامكم المفروض انها بتعرف لي نوع الكاركتر ست اللي احنا بنستخدمها، وكمان بتحدد لي نوع الانكودينج، او شايفين هنا نوع الكاركتر ست اللي احنا بنستخدمها كانت UTF-8، وبتحدد لي نوع اللغة. طبعا هو بيقول له اتعامل مع الصفحة دي كتكست ونوعها HTML. نراجع كلامنا، الميتا element بيكون موجود في الهيد سيكشن، الميتا element مهم جدا لان احنا بنستخدمه علشان نعمل validating لصفحة الويب وانها بتكون مطابقة لكاركتر ست معينة ولغة معينة. سؤالي اللي بعد كده بيقول لي يا ترى هو ايه وظيفة الـ Common Gateway Interface؟ What is the main task of الـ CGI؟ الـ Common Gateway Interface هو البروتوكول الأساسي اللي احنا بنستخدمه علشان نبعت البيانات الخاصة بالنماذج من الـ Client للـ Server. طيب يا ترى الـ Common Gateway Interface ده ليه عيوب؟ العيب بتاعه ان كل request او كل form request بينبعت من الـ Client للـ Server بيؤدي لاستخدام نسخة جديدة من البرنامج، وبالتالي بيحصل استهلاك لموارد السيرفر اللي موجود عندي من السرعة بتاعته ومن الميموري. علشان نعالج مشكلة الاستهلاك للريسورسز ديت هنستخدم API أو Application Programming Interface. يبقى هنا السؤال بيقول لي يا ترى هي ايه هي المين ديسادفانتج، العيب الرئيسي للCGI. هنقول له انه كل form request، كل طلب او كل نموذج بيملاه اليوزر على البراوزر بينبعت طلب لمين؟ للسيرفر. الطلب ده بيفتح نسخة من البرنامج، يعني انت فتحت الوورد 50 مرة مثلا على السيرفر، كل واحدة منها بتستهلك الريسورسز الخاصة بالسيرفر، بتحتاج ميموري وبتحتاج جزء من السرعة بتاعت البروسيسور، ميموري وسرعة بروسيسور، فتلاقي البرفورمانس الخاص بالسيرفر بتاعك بيقل. والحل او عشان نقلل الاوفر هيد الخاص بالكومن جيت واي انترفيس هنستخدم الابلكيشن بروجرامينج انترفيس. سؤالنا اللي بعد كده بيقول لي اشرح لي المين تاسك او الوظيفه الاساسيه للسيرفيس اورينتد اركيتكتشر. السيرفيس اورينتد اركيتكتشر وظيفتها او المهمه الاساسيه فيها
ان احنا بنقسم او بنعمل بريكنج داون للابليكيشن بتاعي لمجموعه من التاسك الصغيره. يبقى هنقسم الابليكيشن لمجموعه من التاسكس اللي بيتم تنفيذها بواسطه اجزاء صغيره من السوفت وير وبتكون اندبندنت. كل تاسك منها بيطلق عليها سيرفيسز. يبقى هنا دلوقتي السيرفيس اورينتد اركيتكتشر فكرتها الاساسيه ان احنا بنعمل بريكنج داون، يعني بنقسم الابليكيشن اللي موجود عندي لمجموعه من المهام. كل واحده من المهام دي هيتم تنفيذها بواسطه سوفت وير او جزء صغير من السوفت وير بيطلق عليه سيرفيسز.